من قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة. هذا هو عمر المقاطي ويقول الجديد: أخي أول شغلة أنا ما يلي على بذبح العسكري. الخطف سيد الشارع. والله مع مين مخطوفين ما بعرفونش أنا، يعني أنا ما بعرفش مع مين مخطوفين. والسواتر ترتفع. المؤسسة العسكرية نحن مدعمنا الموت، يتفضلوا هلأ يجندونا بننزل هلأ من قاتل معهم. النازحون السوريون، ما لهم وما عليهم؟ لم يعد في لبنان مكان لنازح واحد. داعش عند حدودنا أمر ليس وليد البارحة. حال المساجين أحزني في سجن روميا يا أخوان. نساء سعوديات يستدعين البغدادي إلى المملكة. إلى أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي، لقد بلغ الظلم مداه، فمتى يا شيخنا نرى جحافر جنودك تدخل لبلاد الحرمين فاتحة؟ في الخاص، ما كان عاما أصبح خاصا. المساحات اللي أو الأرض اللي بتوصلها المي بفصل الشتاء هي أملاك عامة. وفي النشرة، الليلة يلتقيان. كل الأمور اللوجستية حاضرة وكل التحضيرات جاهزة لانطلاق المباراة. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. أهلا بكم. خطف وخطف مضاد، سواتر ترابية ترتفع، تهديد بالتصعيد، فهل أصبحت القضية في مكان آخر وهل وقع المحظور؟ الشارع كان الحكم في قضية التضامن مع العسكريين المخطوفين، واليوم أصبح الخصم. خطف من عرسال وسعد نايل، وخطف في المقابل من بعلبك، فانخطفت أنفاس اللبنانيين. ولإعادة توجيه البوصلة نحو القضية المركزية المخطوفة في جرود عرسال، أصبح قرار الحسم أمرا ملزما، وباتت خلية الأزمة الوزارية أمام استحقاق لا خيار ثانيا له، وهو إطلاق يد المؤسسة العسكرية وتوفير السلاح لها لاستعادة كرامتها وكرامة الوطن. بالأمس وجه رئيس الحكومة كلمة إلى اللبنانيين، وفيها من العبرة والعبرات ما هو مؤثر وأصاب مكمن التضامن معه، ولكن ليس بالعواطف تؤخذ الدنيا. رئيس الحكومة وجه الشكر إلى المساعي القطرية، وبالشكر تدوم النعم. وختام كلمة تمام سلام لم يكن مسكا ولم يصف في وجهته الصحيحة، فالمطلوب جرأة في اتخاذ القرار، لا انتظار كلمة السر من على يخت في موناكو. وفي ظل الصورة السوداوية التي خيمت على لبنان اليوم، ما على الحكومة وخليتها إلا وضع اليد على الزند وإعلان الحرب على داعش، وإلا فالتنسيق أصبح واجبا بين المقاومة والجيش اللبناني وبظهيرهما الشعب اللبناني، للتخلص من تنظيم يستبيح أمننا، يهددنا على أبوابنا كما على حدودنا، وما ينطبق علينا ينطبق على ما وراء حدودنا. فمحاربة الخطر التكفيري لا يكون بالدبلوماسية الناعمة ولا بالفتاوى، ولا على هذا الخطر العابر للحدود تطالعنا جولتان أمريكية وتركية في المنطقة لتعويم فكرة التحالف الدولي لمحاربة داعش. هي خطوة جاءت متأخرة، وعمرها من عمر احتلال العراق ووقوع الأزمة في سوريا، حين أفلت الإرهاب من الزنازين ومد بالمال والسلاح. نتمنى، ولكن ما نيل المطالب بالتمني. في نشرة الجديد هوية القاتل، والليلة تبث الاعترافات بصوته. بعد تحديد جنسية قاتل العسكري اللبناني علي السيد على أنه لبناني، بعد بث قناة الجديد مساء الأحد هوية القاتل وهو عمر الميقاتي قاتل الشهيد الجندي علي السيد وتسجيلا صوتيا له يتحدث فيه عن ذبح الجنديين اللبنانيين، استطعنا من خلال وسيط التواصل معه.
وأكد بداية أن هذه الصورة لا تعود إليه بل إلى ابن عمه بلال ميقاتي الذي يبيع الدولة الإسلامية ويقاتل معها أيضا. أما عمر ميقاتي فهذا هو لا ينفي انتمائه إلى الدولة الإسلامية مؤكدا أنه في جبهة القلمون، ولا ينفي أيضا أن التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه عن الذبح يعود إليه، لكن ينفي أن يكون هو ذابح الشهيد علي السيد وأنه كان يتكلم باسم تنظيمه. واليوم هل ما في نص على بعض؟ ما نص على بعض؟ ما شو اسمه ذبحنا هذا؟ القطريين وافقوا أنه على كل شخص عسكري من عنا نطلع 15 إن شاء الله، فهمت علي كيف؟ للتفاوض على السجناء الإسلاميين في سجن رمي. إن شاء الله بيطلع منهم أخونا عبد الغضاب والشباب كله، وسلطان حطيت اسمه لسلطان، وحطيت اسمه لأبو عبيد اللي انكمش آخر مرة، وأبو الغضاب والشباب كله بإذن الله بيطلعوا بإذن الله بعد بكرة. ونبث الآن التسجيل الخاص الذي أرسله إلى قناة الجديد كاملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء مقصود أنا بس حطين صورة بلال، لحن منا عارفين شو بدهم يعملوا، إلا بدهم ينبسوني الضاق فبالهيدي، عرفت علي؟ بالعسكري وأنا ما يعلو أخي. أول شغلة أنا ما يعلو بذبح العسكري، فهمت عليك أخي؟ وإذا أنت لو هناك بتجيب يعني صورة لإلي، يعني أنا اللي بعتلك صورة يعني أنا حويجبي ملازين ببعضهم، فهمت علي كيف أخي؟ وطلع بالصورة التانية وطلع بعيوني وطلع بعيون هذيك معلم اللي ذبح العسكري، وأنا ما إلي علاقة، فهمت علي كيف؟ وأنا أول شغلة إلي 6-7 أيام أو أكثر وأنا بإدلب، فهمت علي كيف؟ من زمان كنت بالقلمون دغري أحمل الطريق ودليت ريح، وإذا بدك هذا التسجيل بعته على الجديد بلا مشكلة، فهمت علي كيف أخي؟ وأنا ما إلي علاقة. ها نحن نضع التسجيلين في متناول الجميع. خطف وخطف مضاد في البقاع، والجيش يدهم ويعتقل المتهمين بالخطف. على قاعدة الخطف بالخطف والبادي أظلم، خطف مسلحون المواطنين العرساليين المهندس عبد الله البريدي وحسين الفليطي ردا على عملية خطف العسكريين من قبل إرهابيي داعش والنصرة. وفي معلومات الجديد أن الجهة الخاطفة للعرساليين رهنت مصيرهما بمصير العسكريين المخطوفين، معلنة أن أي سوء يصيب الجنود البقاعيين المختطفين سوف يرد عليه بالمثل. وإذ أكد خاطفو البريدي والفليطي أن الرهينتين بخير ويعاملان معاملة حسنة، حملوا مسؤولية خطف العسكريين إلى الشيخ مصطفى الحجيري ورئيس بلدية عرسال علي الحجيري، معلنين أنه إذا الدولة رفضت مبدأ التبادل فهم أهل العسكر وأهل تبادل. آل المصري نفوا من جهتهم أن يكون لهم أي علاقة بخطف العرسليين، مطالبين الجيش بالعمل على تحرير ابنهم المخطوف لدى داعش علي زيد المصري، لا إلقاء القبض على أبنائهم للاشتباه بتورطهم بعملية خطف البريدي والفليطي. بقى إلنا شهر هلأ تنية، من شهر لهلأ تنية لا طلعوا العسكرية، وإجونا 2 شباب من إخواتنا العسكريين مدبحين، وبعضه بيطلع رئيس الحكومة بيقول قلبي معكم وأني معكم، وهذا كلام ما بيشيش حاله هذا الكلام. يعني بقى الأهالي المخطوفين يعني قطعوا الأمل حقيقة، انجبروا أنه يسلكوا طريق غير هذا، يعني ما لأنه مش عم بي شو الطريق اليوم السلكين الخطف؟ لا نحن هذا والله طريقة الخطف ما بنحبهاش، بس والله عم ندرس الأمور أنه يمكن نصعد الأمور لكتير أمور يعني معنوية. والله مع مين مخطوفين ما بعرفونش، يعني أنا ما بعرفش مع مين مخطوفين، ونحن لحد 3 سنين بعدنا عم نروق أولادنا أنه ما بدناش نتعاطى بأمور الخطف، بس وقت البدا تفلت الأمور يعني ساعتها ما بعود طالع بإيدناش تروحوا تقاتلوا. معلوم نحن قدام، نحن قدامهم من وراء قدامهم، إذا بصير هلأ بيطلب النجدة نحن مستعدين نروح بالأول يسلمنا، نحن عسكرية شفرية دبابات الملاليات كلنا منسوا، عندي هون 400 عسكري هاو تطلعين عبد العالي، أنا مستعدين نروح حارب أرسيل فيه بس جعتونا من عبديه. بقول لقائد الجيش نحن مع الجيش مش ضد الجيش، وبس إذا بيصير شيء علي زيد المصري ما حدا رح يكون مبسوط. هذا اللي كبير فيه ونربى أخوتي يتمي إله بي 12 سنة متوفى وربيني يتمي وعني ما فيه ومبال حامل، خافوا الله خافوا الله. بطلوب من قيادة الجيش، بطلوب من الشيخ مصطفى الحجري، بطلوب يرجع لي بابا علي بخير وسلامة، بدي يجي لعندي مشتاق له كتير، بدي يفك أسر فك أسر رفقاته، بدي يجي لعندي مشتاق له كتير. نحن بس في عنا شيئة مطلقة باللواء عباس، بس عاد اللواء عباس إبراهيم إنه هو يتبنى الموضوع ويحل لنا المشكلة، ويحل مشكلة كل مش بس ابننا علي المصري، كل العسكريين نحن بيهمنا أمرهم كلهم، يفوت هو كونه هو عنده سابقة جيدة وسمعة طيبة
يخلصنا من هالموضوع ويساعدنا نحن كلتنا ثقة باللواء عباس إبراهيم، كل بيت المصري، أنا بحكي باسم كل بيت المصري، نحن بنتوجه من اللواء سعادة اللواء مدير عام أمن أمن العام عباس إبراهيم إنه يتبنى هالموضوع وبيكون كتر خير. وظهرا اختطف ابن بلدة سعدنايل أيمن الصوان في منطقة بعلبك، ما أثار توترا في سعدنايل وشيوع أنباء عن عمليات خطف مضادة يحضر لها في البقاع. إذن فصل جديد من فصول الخطف بدأ في مدينة الشمس، والفدية الآن لا تقدر بثمن، خطف الروح في سبيل الروح. نانسي السبع، قناة الجديد. اللبنانيون يتضامنون على طريقتهم مع الجيش اللبناني ويقطعون الطرقات في عدد من المناطق تعبيرا عن غضبهم بعد ذبح جندي لبناني ثان، فيما قطع آخرون الطرقات احتجاجا على خطف لبنانيين للبنانيين. فما حال هذه الطرقات؟ لم يكتفي المتضامنون مع أهالي العسكريين المخطوفين على يد إرهابيين نصرة وداعش بأحراق الإطارات في منطقة الشويفات، بل عمدوا إلى أقفال الطريق المؤدية إلى مجمع الجامعة اللبنانية بالحجارة والأتربة. تحرك الأهالي الذي أرادوه سلمياً تعبيراً عن غضبهم لاختطاف عناصر من الجيش الوطني وأقدام مسلحي داعش والنصرة على ذبح جندي لبناني ثان، يأتي دعماً للمؤسسة العسكرية وتأكيداً لوقوف اللبنانيين من مختلف الطوائف والمشارب إلى جانب هذه المؤسسة الوطنية الجامعة. هذا اعتصام سلمي ونحن مع المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية نحن دعمنا الموت، يتفضلوا هلأ يجندونا بننزل هلأ من قاتل معهم. قول لأبو طاقية بذاته، بدي أقول له خي نحن علاقتنا مش مع حدا، علاقتنا معك أنت، ولأن حقنا بناخده منك. إذا الدولة والحزب والحركة والعالم كلها ما أخذت حقها، نحن بنعرف الشعب ناخد حقنا منه. ثورة الغضب الشعبية العارمة التي لم تهدأ منذ مساء السبت عقب شيوع خبر ذبح الجندي اللبناني عباس مدلج وصلت إلى البقاع الغربي، حيث اعتصم أهاليها تضامناً مع الجيش وحثوا المسؤولين على العمل الدؤوب والجاد لإطلاق سراحهم. ما ننقل للدولة فقعنا إن 40 يوم ابنه عمره 4 سنين مش عم ينام ليل ونهار، ما عشينا نتحمل، يعطوهم كل رومي، لو حدا من أولادنا هونيك ما كان خلوه حدا برومي. بوجه تحت كلامي لرئيس سلام، قل له امبارح كان عندك خلية أزمة، هاي مش خلية أزمة اللي نحنا فيها، مش أزمة، نحنا بمصيبة، نحنا بكارثة، وانتو مش حاسين فينا. وفي الشمال أقفل مواطنون أوتوستراد القلمون بالاتجاهين، ثم عادوا وفتحوه أمام السيارات. وفي إطار مسلسل قطع الطرقات، أفادت معلومات عن قيام عدد من الشبان بقطع طريق سرعين بعلبك بالإطارات المشتعلة، تنديداً بخطف مواطنين من سعدنايل. كذلك أفاد مركز التحكم المرور عن قطع أوتوستراد بعلبك زحلي بالاتجاهين عند محل بيلي بورس. وجود داعش في جرود عرسال قديم قدم المفاوضات. أبو سليمان قيادي في داعش وهو شقيق سجد دليمي يرافق كاميرا الجديد في رحلة في الجرد. لا تزال الدولة اللبنانية حتى الساعة ترفع راية مفاوضات لا تبادل، تعلل موقفها الرافض أبدا بأنها لا تبادل مجموعة إرهابية احتلت حدودنا منذ فترة قريبة. ولكن هل الدولة الإسلامية على حدودنا منذ فترة قريبة؟ وجود داعش في لبنان وحدوده قديم قدم المفاوضات تلو الأخرى في ملفات خطف، آخرها ملف راهبات معلولة. فسجد دليمي اسم كان يطيح بالصفقة، قيل يوم ذاك إنها أحدى زوجات أمير داعش، هي لم تكن كذلك. لفك اللغز كان لابد من العودة إلى خلف الحدود. هناك كان أبو سليمان العراقي الموالي لداعش وهو شقيق سجى مستوطنا لحدودنا، وهو أحد الأسماء التي قادت المفاوضات في ملف راهبات معلولة. الإمرأة التي تم إطلاق سراحها هل تقربك؟ نعم. هناك وسائل إعلام كثيرة قالت بأنكم حصلتم على أموال طائلة ومنها من قول ملايين الدولارات جراء إطلاق الراهبات، هل هذا الكلام صحيح؟ أنا لست في هذه المفاوضات من ناحية المال، أنا فقط من ناحية بعض المعتقلات، بعض
فوضى وسحب شقيقته ومشى ليصبح اليوم قياديا في داعش في الموصل. سننقل المعركه، لان المعركه في لبنان الحمد لله قائمه، اخواننا يعني في لبنان يقومون بالعمليات الاستشهاديه بين كل فتره وفتره الحمد لله. الاغتيالات في لبنان يعني متواتره الحمد لله. الصواريخ من هنا تطلق ولا ينغض عنكم مواقعنا، تغص بالمقاطع الفيديو والصواريخ واطلاق والصور لاطلاق الصواريخ. الحمد لله اطلقنا يعني نسبه جيده من الصواريخ على مناطقهم، لكن هم من خسارتهم لا يتجرؤون على ذكر ذلك في الاعلام. طيب هل ستبقون تحاربون حزب الله حتى الى ان ينسحب من سوريا، ام انكم ستحاربونه حتى النهايه؟ والله نحن اولوياتنا هو ان نقاتله بالضغط عليه للانسحاب اول شيء. فعدونا اينما حال سيكون سنكون باذن الله عز وجل فوق راسه. فلا ينغب باذن الله، اليوم او غدا او بعد غد سنكون في الضاحيه باذن الله عز وجل. وباذن الله عز وجل سنقاتلهم في عقب دارهم. فإلى هذه الفترة لم تصل المعركة إلى المعركة الحقيقية. المعركة الحقيقية ومعركة الحسم بإذن الله لم تبدأ، وإذا بدأت فسبحان الله عليهم السلام. إذن منذ اليوم الأول لمعارك الحدود وداعش في أرضنا، هناك خلف الجرد من لا يزال ينادي بالنصر ولو بعد حين، نصر في الأرض وكذلك في السياسة. مسار المعركة في القلمون بإذن الله عز وجل هي متجهة إلى خير، وكل هذا خير بإذن الله عز وجل. يعني بإذن الله النصر قاب قوسين، يعني حتى لو صار بعض التقدم وصار الحرب كر وفر، يعني تقدم وخلمات قد ليس يعني هزيمة، فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. في القلمون يعني تعداد كبير الحمد لله، لكن يقتصر على بعض الأمنيات والكتمان أفضل. وفي الانتظار الجرد على حاله، المسلحون على حالهم، الدولة اللبنانية على حالها، وحدهم أسرانا بين يدي الإرهاب يتساقطون واحدا تلو الآخر. نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق رأى أن التعامي عن خطر داعش هو الذي يسهل عليها مشروعها الإجرامي والعدواني، معتبرا أن اختطاف جنود الجيش اللبناني هو اختطاف لكل الكرامة وانتقاص من كل الحريات ومن السيادة، وهو عدوان متواصل يوما بعد آخر، وأن إطلاق سراح جنود الجيش إنما يمر إلزاما بإطلاق يد الجيش. إلى متى يستمر الموقف اللبناني بلا موقف؟ إلى متى يستمر الموقف اللبناني مربكا؟ هل من قوة الموقف اللبناني أن لا يستطيع أحد أن يضبط قادة داعش والنصرة الذين يديرون العمليات من سجن رومي؟ من سجن رومية يصدر قرار الذبح للجنود، فماذا أنتم فاعلون وماذا تنتظرون؟ القتلة والخاطفون حتى اليوم يتعالجون في مستشفيات داخل المدن اللبنانية، ليس فقط في عرسال، داخل الأراضي اللبنانية في مدن مختلفة، ولا من يسأل ولا من يحاسب، وهم قتلة. مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي يزور عائلة الشهيد عباس مدلج على رأس وفد من المشايخ والعلماء، ويشدد على أهمية التضامن بين أبناء المنطقة لدرء الفتنة. على رأس وفد من المشايخ والعلماء والفاعليات والمرجعيات، زار مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي منزل الشهيد عباس مدلج معزيا. المفتي الرفاعي شدد على أن الفتنة لن تفعل فعلتها في منطقة لطالما كانت على مثل هذه الأمور، مؤكدا الوقوف إلى جانب العائلة في مصابها الأليم هذا. أتينا لنؤكد أننا أخوة، وأننا في هذه المنطقة عائلة واحدة، وأن خسارتك خسارتنا، وأن عافيتنا من عافية بعض، وأن هذه الريح الصفراء تستهدفنا جميعا، وأن زرع خطوط للفتن بيننا في هذه المنطقة إن شاء الله لن يكون. سنبقى صفا واحدا ويدا واحدة، وسنبقى متماسكين في سبيل الدفاع عن هذه المنطقة والتعايش ومنع الفتن من الدخول إليها.
ولدك من قرية هي الأنصار، والأنصار نصروا النبي. أنتم نصرتم الوطن ونصرتم الجيش، ونحن جميعا إلى جانبكم. يشهد الله أن ما حدث عندكم أثر فينا جميعا، وأن ما ألمكم ألمنا، وأن ما أزعجكم أزعجنا. أمتنا أمة الرحمة وأمة الأخلاق وأمة الإنسانية، وهؤلاء العلماء الأشراف الأفاضل يمثلون قول الله تعالى وقول الرسول العظيم رسول الله والإنسانية بهذه المواقف الإسلامية أولا، الإنسانية، المواقف الإسلامية والإنسانية والوطنية المشرفة، والتي من خلالها نعتبر أن لبنان بخير وسيبقى بألف خير بوجود هؤلاء الأشراف. من جانبها العائلة عادت وشددت على بيانها الذي أصدرته يوم استشهاد ابنها، ومن المعزين النائب إميل رحمي ورئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد. وزير الطاقة يجول في معمل الذوق الحراري ويتطرق إلى أزمة المياومين. أكد وزير الطاقة أرتور نازاريان في مؤتمر صحفي بعد جولة في معمل الذوق الحراري أن استمرار تحركات المياومين يهدد بإغراق البلاد في ظلام شامل، واحتلال المؤسسة يهدد إنتاجها، واتهم وزارتي العدل والداخلية بالتقاعس عن القيام بأدنى واجباتهما حيال ما تتعرض له مؤسسة كهرباء لبنان. زيارتنا اليوم إلى مجمع الذوق الكهربائي تأتي بظروف استثنائية، إذ أن مجلس إدارة كهرباء لبنان ومديرها العام ومديريها وموظفيها مهجرون من مبناها المركزي في قلب بيروت الذي تحتله مجموعة من عمال متعهدي الجبات والإكراء أمام أعين قوى الأمنية العاجزة، وتقاعس كل من وزارتي الداخلية والعدل من قيام بأبسط ما يتوجب عليهما. إن استمرار هذه الحالة الشاذة سوف يرتب تداعيات لا تحمد عقابها على كافة المستويات. أضع اللبنانيون اليوم حكومة وشعبا ومؤسسات أمام مسؤولياتها. خياري اتخذته وخياركم لكم وتداعياته أيضا. مدير عام شركة كهرباء لبنان كمال حايك أكد أن الوضع قايل للتدهور إذا لم تحل مشكلة المياومين سريعا. رح نأتمنا نأمن التيار قد ما فينا، بس المشكل قادم لألنا، المشكل رح يتفاقم يوم بعد يوم، العالم رح يحسوا فيه يوم بعد يوم. من التصليحات للوضع المالي اللي احنا فيه رح نأدي واجباتنا للآخر، بس إذا وصلنا لمرحلة ما بقى فينا نأمن التيار رح نقول ما بقى فينا نأمن التيار، وهذا الشيء بلش تدريجيا ورح يتم ومستمر تدريجيا. المؤتمر انتهى بتحذير من فواتير أكبر آخر الشهر بنتيجة الأزمة. دالية الروش وصخرتها من أملاك عامة إلى أملاك خاصة، تحقيق للزميلة رونا حلبي. ليست الاعتداءات على الأملاك العامة خافية على أحد، لكن المعتدين برعوا على مر السنين في إخفاء الدلائل على اعتداءاتهم حين لم يستطيعوا قوننتها. هكذا ما كان أملاكا عامة عام 2001 هو اليوم أملاك خاصة، والدليل لدى مواطن لبناني تقدم بطلب لاستثمار الدالية ومحيطها حينها، وكان الجواب بالرفض لأن الأملاك هذه عامة. قربنا طلب لوزارة النقل، أول شيء للبلدية، رجعنا لوزارة النقل حتى نعمل مشروع هون مكون من مطعم، من جنينة، حديقة حيوانات تحت البحر، نشوف السمك، نشوف تحت البحر، وعنا أوتيل وعنا مطعم دوار. فقربنا على بلدية بيروت، بلدية بيروت نقلتنا على وزارة النقل، وزارة النقل بعدين قرروا أنه هون أملاك عمومية بحرية وما لهم علاقة وما بيعطوا رخص فيها أصلا لأنها عمومية. الطلب إذن رفضه المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي لأن استثمار الأملاك المشار إليها يعتبر مخالفا للنصوص المرعية الإجراء، لكن مخالفة الأمس منتجع اليوم. فعلى الرغم من التحركات الأهلية والمدنية حفاظاً على دالية الروش وصخرتها، وعلى الرغم من الرسائل الموجهة إلى المعنيين لمنع التعدي على هذه المساحة البيئية الثقافية التاريخية العامة، لا تزال الشباك والأسلاك الشائكة تحيط بالمكان، وبلوكات البطون مرصوصة قرب الشاطئ تحضيراً لتشييد منتجع جديد. وفق القانون المساحات اللي أو الأرض اللي بتوصلها المي أقصى ارتفاع حتى لو كانت أمواج بفصل الشتاء هي أملاك عامة،
فاليوم الخريطة بشكل كتير واضح راس الحرف تاول الدالية واللي هو بشكل ما يعادل نصف مساحتها على الأقل هو أرض توصل للأمواج وبتغطيها بفصل الشتاء بسحر ساحر صار أملاك خاصة وما حدا بيعرف كيف فراية الموجودة بالدوائر العقارية تفيد أنه هذه أملاك خاصة خلافاً للقانون ومن هون الحملة الأهلية الحفاظ على الدائرة الروشي طالبت بأحد مطالبها أنه إعادة ترسيم الأملاك العامة البحرية. هكذا فصلت حيتان المالي القوانين على قياسها فحرمت المواطنين أملاكهم العامة وتركت فتحة صغيرة قد تغلق في أي لحظة. لأن الدالية ملك عام لم يسمح لعلي نبوه منذ أكثر من عقد من الزمن باستثمارها، ولكن ولأننا في بلد يحق فيه لأصحاب المال والنفوذ ما لا يحق لسواهم، تحول العام بقدرة نافذ إلى خاص. من دالية الروشة، رونا حلبي، قناة الجديد. في وقت يتعرض النازحون السوريون للاضطهاد في لبنان، قرار جديد يمنع دخول أو تسجيل أي نازح جديد على الأراضي اللبنانية، والسؤال أين الدولة السورية من مواطنيها المهجرين في وقت تتحدث فيه عن وضع أمني جديد في مناطق عدة؟ تحقيق للزميلة نوال بري. إحراق خيام، اعتداء بالضرب وتهجير، هكذا كانت حال النازحين السوريين في مناطق عدة، ولكن للأسف خاف المعتدى عليهم من أن يشكو مصابهم، وتجنبت الدولة الغوص في تفاصيل كهذه لربما تعتبرها جانبية، فلم نسمع بأي جريح من جراء الاعتداءات الهمجية الكثيرة ولا بموقوف ممن اعتدوا. هذه الحوادث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل تزايد عدد النازحين والخرق الأمني الفاضح الذي شمل عدداً من المخيمات من قبل بعض من جعلها مأواً لإرهابهم. والجزء الأهم تقاعس الدولتين اللبنانية والسورية عن العثور على حل لا يتعارض والمبادئ الإنسانية وينقذ لبنان من منزلق خطر وقع فيه. وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس يؤكد للجديد أن ما حدث من تعد على النازحين مرفوض تماما، مشددا على البعد الإنساني لقضيتهم. لم يعد في لبنان مكان لنازح واحد. أنا من وارد عندي أني رحل حدا غصبا عنه بصراحة. هلا نحن أولا سنحد من الدخول. لما واحد بيقول سبب الدخول عمل أو شغل أو زيارة أو كذا، أوكي، لما بيروح بيسجل بالمفوضية سنبلغ المفوضية كل واحد بيسجل عندكم حنرجع نبعده من البلد. أمتين هاي حبال شو تتفعله فورا؟ ما عاد في داعي كمان للنزوح السوري الإنساني، لأن المناطق الموازية للحدود اللبنانية ما عاد فيها قتال، أو بالأحرى ما عاد فيها سكان يتأثروا بالقتال القائم، لذلك ما حنقدر نقبل ولا حنقدر نقبل من باب أولى كل الناس اللي عم يجوا من محلات بعيدة. وهنا لعل المسؤولية الكبرى تقع اليوم على الدولة السورية التي لم تدرج ملف النازحين في سلم أولوياتها، بل في كل مرة نسمع فيها أحد المسؤولين يطلب منهم العودة إلى بلدهم من دون خطة واضحة لعودتهم، علما أن المناطق الحدودية بين نقطة المصنع والشام شاسعة وتتسع لمخيمات رسمية لجميع النازحين وحتى المعارضين منهم. أنا فيني أنا إلي السلطة على الأرض السورية إن إلهم الدولة المسؤولة عن رعاياها المفروض تكون عاطة خطة وعم تخاطبهم، مش شغلتي أنا خاطبهم. ونحن شفنا عشرات الآلاف وفي ناس بيقولوا مئات الآلاف اللي راحوا انتخبوا الرئيس بشار الأسد بالسفارة. إذن هدول ما في مانع أمني يحول دون رجوعهم إلى بلادهم، وبذات الوقت هناك في أماكن ممكن الدولة السورية ترعى وجودهم حتى جاهز الأمم المتحدة أنه تعمل هذه الرعاية إذا كان دولة السورية ما عندها إمكانيات. نحن بدنا نطلب من النظام السوري أنه يقويهم ونحن منساعده بالخبرة اللي عندنا. وفي حين وجد نازحون في دعم الأمم المتحدة فرصة لن يجدوها في بلداتهم السورية الآمنة، ترى المفوضية العليا أنه كما للنازحين حق في الإيواء، فإن للدولة اللبنانية حقا في أن تتعب من عبء أثقل كاهلها وبنيتها. من بعد لحد اليوم ما بنعتبر انه قادر النازح السوري اللي في مشاكل بمكان الاصل ضيعتهم بسوريا او البلد اللي وصلوا منها اللي بعد فيها مشاكل، ما بنعتبر انه قادرين يرجعوا لها بصوره امنه بكرامتهم. لهذا السبب ما عم نشجع لعوده السوريين الى سوريا، واكثر من 78% من النازحين المسجلين لدى المفوضيه هم من النساء والاطفال. الأعداد مستمرة، تقريباً عم نسجل 50 ألف بين 40 ألف و50 ألف نازح شهرياً.
وفي حين تعب لبنان أمنيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا ووجد البعض في الاعتداء على السوريين حلا، بقيت عائلات سورية مشردة أمام باب الأمم المتحدة تنتظر عدلا تقول إنه لن يكون إلا إلهيا في ظل الأوضاع التي يعيشونها، متسائلين لماذا يحمل النازحون وزر الإرهابيين. لعل هذا المشهد أمام مقر الأمم المتحدة للنازحين يختصر وضع النازحين السوريين في لبنان هذين اليومين. عائلات خائفة هربت بعد الاعتداء عليها وتهجيرها من خيامها وأتت إلى هنا وافترشت الرصيف لعلها تجد مكانا آمنا تنام فيه. فهذه العائلات لا تعرف لماذا هي هنا اليوم. من أمام مقر الأمم المتحدة للنازحين، نوال بري، قناة الجديد. في خضم الأحداث السياسية والأمنية الملتهبة، حدث رياضي تاريخي يحل ضيفا حصريا عند 9 من هذه الليلة على شاشة الجديد، إذ يلعب منتخب لبنان ومنتخب البرازيل الأولمبي في مباراة دولية ودية. اللقاء يأتي ضمن معسكر تحضيري لراقصي السامبا كان مقررا في لبنان، فأهدته الأوضاع الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث بذلت شركة الأمأس اللبنانية المنظمة جهودا جبارة لحل المعضلات التي رافقت عملية الانتقال. الاستعداد كلها خلصت، كل الأمور اللوجستية حاضرة وكل التحضيرات جاهزة لانطلاق المباراة. مباراة اللي كانت للأسف كنا نحاول نعملها بلبنان، وللأوضاع الأمنية اضطرينا ننقلها لهون على قطر بجهود رئيس الاتحاد اللبناني اللي أصر إنه يكون في هالمباراة، وبعلاقاته مع الاتحاد القطري قدرنا نوصل إنه عم نلعب اليوم لبنان مع البرازيل. وعلى طريقة اللبنانية كلام حول أسباب غير حقيقية لنقل المباراة من بيروت إلى ملعب الغرافة في الدوحة. حب أقول لهالأصوات النشاز اللي طلعت باليومين السابقين عن إنه انتقلت المباراة على قطر لأسباب عم بيهددوا انه بعدين بتعرفوا ليش وكيف، بحب اقول لهم انه اسمعوا الاخبار وفوتوا على صفحات الانترنت التواصل الاجتماعي وبتشوفوا انتم بتقرروا هل هو الوضع بلبنان بيسمح انه تنقام هيك مباريات مع منتخب عريق مثل المنتخب البرازيلي بهيك اوضاع امنيه سيئه. منتخب البرازيل الاولمبي الذي يضم 7 محترفين في اوروبا حقق فوزين سهلين على قطر برباعيه وعلى فلسطين بثلاثيه. التشكيلة المتوقعة لمنتخبنا تضم لاري مهنا وليز إسماعيل يوسف محمد دور منصور حسين إبراهيم هيثم فاعور غازي حنيني عباس عطوي حسن معتوق محمد غدار وسير سعيد أو محمد حيدر، وستكون الجالية اللبنانية لاعبا أساسيا فيها. الجالية اللبنانية حتكون حاضرة، السفارة اللبنانية حاضرة معنا، المدرسة اللبنانية بقطر حاضرة. يعني عم بيورد اتصالات حسب ما قال الأستاذ طارق الشركة المنظمة إنه عم بيجي صلات والناس مهتمة للموضوع، ونحن بنتأمل من الجمهور اللبناني إنه يجي ويحضر ويواكب المنتخب اللبناني لأنه هذه المباراة تاريخية. منتخب لبنان والبرازيل الأولمبي في مباراة دولية ودية بكرة القدم تتابعونها حصريا عند 9 من هذه الليلة على شاشة الجديد. أهلا بكم من جديد. رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء أنه إذا كان هناك جدية في محاربة الإرهاب كما يعلن ويقال فإن العالم العربي لا يستطيع مواجهة هذا التحدي وحيدا، وقد يكون آن الأوان لإعادة النظر في مفهوم الجامعة العربية بحيث يعمل لإنشاء نظام إقليمي جديد يقوم على توسيع الجامعة لإشراك تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعاون مع هذين القطبين الإقليميين الكبيرين لمواجهة الإرهاب المستشري من العراق إلى سوريا إلى مواقع أخرى، وللحفاظ على حدود الدول القومية التي قامت منذ مطلع القرن 20، ولإرساء أنظمة سياسية تلبي طموح التنوع العرقي والطائفي والمذهبي وتستوعبها. اجتماع في وزارة العمل بين الوزيرين وائل أبو فاعور وسجعان قزي للتنسيق بشأن المضمونين والدواء. بحث في القضايا التي تتعلق في موضوع الدواء خصوصا أدوية الأمراض المستعصية والطويلة الأمد وبموضوع المضمونين والتنسيق بين وزارتي العمل والصحة كان موضوع اللقاء الذي جمع الوزيرين وائل أبو فاعور وسجعان قزي في مبنى وزارة العمل. اتفقنا على مواصلة الاجتماعات والدعوة إلى لقاءات أكثر عملانية في القريب العاجل، وكانت وجهات النظر متفقة بما يخدم مصلحة المضمونين والمواطنين الذين يتعرضون لأي أمراض.
ما صرني وما تبلغته اليوم من معالي الوزير ومن الدكتور كركي هو انه بثلاث انواع من الامراض اللي هي التصلب اللويحي، التصلب المتعدد يعني المالتيبل سكليروسيس، بالتليف الرئوي وبالضغط الرئوي، هناك وجهه في الضمان الاجتماعي لرفع نسبه مساهمه الضمان الى 95%. طبعا هذا الامر لن يحمل الضمان اعباء اضافيه، لانه نتيجه قرارات تخفيض اسعار الدواء كلفه ما يدفع الضمان على الدواء سوف تنخفض نتيجة إعادة النظر بأسس التسعير، وبالتالي لن يكون هناك أعباء إضافية، بل يكون هناك من بعض التوفير الذي سيحصل نتيجة تخفيض أسعار الدواء سيكون هناك مساهمة إضافية من قبل الضمان للتخفيف على المواطن، تخفيف على المريض. سابقا كانت المساهمة 85%، 80%، سترتفع إلى 95% على هذه الأمراض. وأشار أبو فاعور إلى أن وزارة الصحة وفي سياق الخطوات الإصلاحية بخصوص الدواء أصدرت قراراً بتخفيض أسعار الدواء بنسب تتجاوز 20%. في الشمال وقع حادث سير مروع في محلة البحصاص عند مدخل طرابلس الجنوبي بين سيارتي مرسيدس وهوندا وسيارة فان، ما أدى إلى مقتل المواطن إبراهيم الحمد الذي نقلت جثته إلى مستشفى السلام وسقوط عدد من الجرحى، وقد حضرت فرق الدفاع المدني وعملت على انتشال الجرحى، فيما تولى عناصر من الصليب الأحمر نقلهم إلى مستشفيات المدينة، وتسبب الحادث أيضا بزحمة سير خانقة. إعادة فتح طريق شتورة بعدما أقفل أصحاب الكسارات والمقالع في الدويت في البقاع. أعادت القوى الأمنية فتح طريق شتورة بعد أن قام أصحاب الكسارات والمقالع في منطقة الدويتي في البقاع بإقفالها احتجاجاً على توقيفهم عن العمل، وهم كانوا قد أغلقوا الطريق مستخدمين الشاحنات والجرافات، ما أدى إلى زحمة سير خانقة على الطريق الدولية. وطالب المعتصمون الدولة بالعودة عن قرار توقيف العمل برخص المستودعات الصادر عن وزارة الداخلية والسماح للمقالع والكسارات في منطقة الدويتي بالعمل لأسوة بسائر المناطق. نتوجه إلى أصحاب الشان بأخذ العلم بأن الأهالي وأصحاب الكسارات والعمال والمستخدمين سيستأنفون العمل بالكسارات خلال يومين من تاريخ يوم الاعتصام أسوة بباقي المناطق، وأي تعرض لتوقيف عملهم وكسب لقمة العيش بعرق الجبين سينتج عنه تحرك شعبي واسع وتسكير الطرقات الدولية منها نهر البيدر، بيروت وترشيش، نهر الموت بآلياتنا وشاحناتنا وأهلينا وعائلاتنا. وطالب المعتصمون رئيسي الحكومة والنواب برفع الضرر عن مصالحهم ومؤسساتهم. زراعة الزعتر البري من الزراعات البديلة التي بدأت تجتاح الحقول الزراعية في عكار لتمكين المرأة ودعمها ماديا. الزباع أو الزعتر البري هو المنتج الزراعي الذي تعمل مؤسسة الصفدي بالتعاون مع المؤسسات الدولية على تشجيع زراعته في المناطق الريفية ومنها منطقة عكار، بهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء في هذه المنطقة وتفعيل البنية الاقتصادية للقطاع الزراعي فيها. نحن نشتغل على مشاريع تنمية ريفية، منهم هذا المشروع اللي شايفينه، مشروع استثمار الموارد الطبيعية لتحسين الوضع الاقتصادي لعائلات بمنطقة عكار. هالمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي عبر أمسار اللي هو مكتب الوزير لشؤون التنمية الاقتصادية. المشروع هو كينية. مؤسسة الصفدي عرضت علينا المشروع الفكرة وأنا حبيته. لا هو مشروع حلو وحد البيت مزروع وما إنه متعب يعني. هلا هيدولي بنعمل منه ومنه للبيت وبنبيع منه. المشروع يعني منيح كتير، بتمنى كل مزارع أنا يكون عنده حقل الأوجال لو أنه 500 متر يزرع عن زوبة أو زعتر، عطى فرصة كتير للمرأة تشتغل، وهذا أساسا هو من تراث جدودنا الزوبة والزعتر لازم بكل بيت واحد يكون عنده زعتر وزوبة لأنه في قيمة نافعة للجسم. وبفضل هذا التشجيع المحلي والدولي أصبح بمقدور المرأة العكارية الاعتماد على نفسها وتأمين مردود مادي خاص بها عبر اهتمامها بزراعة الزباع ورعاية شتولها التي تنتج أفواجا عدة على مدار السنة في حال حصولها على القليل من مياه الري والأسمدة وتوائم التغيرات المناخية المختلفة.
كرمت الجامعة اللبنانية الدولية الآيو رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار ومنحته الدكتوراه الفخرية في احتفال في مبنى الجامعة في المصيطبي. رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد أعرب عن ثقته باستعادة مصر دورها في النهضة العربية وإسهامها في الوفاق اللبناني الذي تمثل في أول دور مارسته كان من شأنه انتخاب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وظهر أيضا في إقناع الجميع في خلال العدوان على غزة بأن مصر هي القادرة والمؤهلة لفرض الحل. نصار من ناحيته أشار إلى أن الصورة تبدو كئيبة لكنها سوف تؤدي إلى ميلاد وطن عربي من رحم التطرف بحيث يكون أكثر تماسكا وقوة ويتجه نحو الوحدة والتكامل. الجامعة العربية المفتوحة تحتفل بتخريج طلابها للعام الدراسي الجاري. احتفلت الجامعة العربية المفتوحة بتخريج دفعة طلابها للعام الدراسي 2014 المقدر عددهم بنحو 500 طالب وطالبة انضموا إلى زملائهم من خريجي الجامعة في 9 دول عربية. رعى الحفل الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية، وبحضور حشد من الشخصيات السياسية والتربوية والأمنية والثقافية وأفراد الهيئتين التعليمية والإدارية وذوي الخريجين. استهل الحفل بعرض فيلم وثائقي عن أبرز إنجازات برنامج الخليج العربي للتنمية ومسيرة الجامعة منذ نشأتها ومشاريعها المستقبلية. لقد أنشئت هذه الجامعة من أجل إعطاء مستوى شهادة مميزة لشريحة الشباب. إن تميز الجامعات يكون ليس فقط بالتعليم، يعني إذا الجامعة بنعتبرها بس إنه بتعلم منيح بتصير مثل التعليم الثانوي، واليوم في عنا كتير جامعات ما بيعملوا إلا هيك. مهمة الجامعة إلى جانب التعليم هي الأبحاث، إنتاج الأبحاث، ونحن بحكم الاعتماد اللي نحن أخذناه كنا أول جامعة لبنان بتاخذ الاعتماد، مطلوب منا كان نعمل أبحاث وإلزامي على الهيئة التعليمية إنها تنتج أبحاث. وأخيراً لوصول الجامعة إلى هدفها في خدمة الشباب في جميع المناطق للحصول على التعليم الجيد والشهادة العالمية بأقل كلفة ممكنة لا تتعدى 2000 دولار، فسنحاول افتتاح فروع في مختلف المحافظات. وألقت كلمة الخريجين الطالبة فرح صولي، واختتم الحفل بتسليم الشهادات للطلاب. بعد غياب عن الجديد نادين لبكي تطل عبر الجديد في مقابلة خاصة. Allez, viens avec nous. Papa était un homme exceptionnel. Il s'est fait tout seul, il n'a jamais rien demandé à personne, il a toujours aidé tout le monde dans cette famille. بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة بسبب انشغالها بالكثير على الشاشة الكبيرة، المخرجة والممثلة اللبنانية العالمية نادين لبكي تطل علينا عبر الجديد في مقابلة خاصة تختصر مجمل أعمالها لعام 2014. هالسنة كان في من كم شهر فيلم اسمه ميا كولبا مثلته بفرنسا مع فانسون لاندون جيل لولوش، طلع بلبنان مش من زمان. هلا في فيلم روك دو كاسبا عم بينزل، مثلت بفيلم لاكزافيي بوفوا، هلا رجعنا هلا انعرض بفينيز بعد ما عرفنا النتيجة هو بالكومبيتيشن اوفيسيال. وبعد روك دو كاسبا باكتوبر بفتكر 2 اكتوبر نازل ريو اي لاف يو. ريو اي لاف يو كمان من اخراج هن ايه، نحن 10 مخرجين، انا من لبنان، كل واحد منا عامل 8 دقائق من الفيلم واسمه ريو اي لاف يو. كل القصص بتصير ايه 2 اكتوبر بيكون بلبنان. وين بتحسي حالك اكثر، بالاخراج ولا بالتمثيل؟ لا انا بحس حالي باثنين صراحه، بس اكيد انه انا يمكن اكيد ابن حالي اكثر شوي لما اكون عم بعمل اخراج، لانه اكيد بتكون يعني تكوني انت مسؤوله عن كل هيدا الشيء اللي عم بيصير. لما بتكوني عم بتمثلي عم بتسلمي حالك لشخص ثاني، فبده يكون في ثقه كبيره الا اذا المخرج بحسه هو مثلا في يعني فاتح المجال انه واحد يحكي بالدور او يغير اشياء او يغير بالنص او يعطي اقتراحات من عنده حسب كل مخرج.
سألوا لك زافي بوفوا عن نادين، قال لهم سحرتني من أول ما شفتها. أنت بالمقابل لما سألوك عن التمثيل قلت لهم أنا ما بحس حالي بعدني ممثلة بروفيشنال. لا أنا ما بعتبر حالي ممثلة محترفة، أنا فتت على التمثيل من بعد ما بلشت الإخراج، يعني أنا بلشت كمخرجة بعدين صرت حس أنه عندي يمكن طاقة مختلفة عبالي أعبر عن حالي بطريقة مختلفة، فبلشت بالتمثيل. بعد أنا ما مثلت الدور يلي أنا بحلم مثله. أو شو الدور اللي بتحلم تمثله؟ يعني الدور أكيد بيتطلب منك أنك تتخطي حالك، أنك تكتشفي أشياء بحالك منك عارفة أنها موجودة، أنك تحضري حالك. يمكن لما أنا أكتب أدوار لإلي بخاف كمان، يعني ما عندي ثقة كافية بحالي أقول أنه أنا بدي أعطي لحالي دور كتير مهم، لأنه بدل عندي هيك هيدا مثل ما قلت لك قلة ثقة شوي. فيمكن شي نهار يجيني مخرج يكتب لي دور غير شكل، هيدا الدور يلي يعني رح يمكن اكتشف اطلع بحالي واتسأل مين هيدا الشخص. يبقى عليكم انتظار ليلة الثلاثاء لمعرفة تفاصيل أكثر عن فيلم روك دي كاسبا، بالإضافة إلى مقابلة مع مخرجة الفيلم ليلى مراكشي. من أسواق بيروت، دارين شاهين، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. هل تحكم نساء تنظيم داعش المملكة العربية السعودية؟ وإلى السعودية در، حيث احتشدت نساء داعش، ومن ولاية قندهار إلى منطقة مكة المكرمة انتقلن بفكرهن التكفيري. وقد بدأت هؤلاء النسوة بإقامة تجمعات نسائية غير مشروعة لجمع المال لتنظيم القاعدة، كما يقدمن دروسا تعلمنا معظمها في أفغانستان في منزل أسامة بن لادن. أم أسامة، أم زبير، أم خلود وتسميات أخرى أطلقنها على أنفسهن، ومنهن من استأجرن شققا بجوار الحرم المكي، وبدأنا بتكفير الحكومة السعودية والأنظمة العربية التي تعطل فريضة الجهاد. ووصل الأمر بهؤلاء النسوة إلى دعوة أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي إلى نصرتهن في السعودية. وأخيرا نوجه صرخة من بلاد الحرمين إلى أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي. يا شيخنا، لقد بلغ الظلم مداه، ولا ناصر لنا من بعد الله غيرك، فمتى يا شيخنا نرى جحافل جنودك تدخل لبلاد الحرمين فاتحة؟ متى نرى مفخخاتك تضرب سجون آل سلول وتخرج هيل القصير وأخوتها الموحدين؟ فبعد الشام بلاد الحرمين يا شيخنا، ومنها ننطلق فاتحين بإذن الله لبيت المقدس. فما عاد والله يا شيخنا نطيق صبرا، فوالله ما عاد نطيق صبرا على الظلم والهوان، فلقد بلغ الظلم مداه. ويبدو أن النساء هن من يقودن المملكة اليوم، فهن من تجرأن بداية على تحدي عدم السماح للمرأة بالقيادة فقدن سيارتهن، وهن من نزلن في تظاهرات يطالبن فيها بإطلاق سراح رجالهن المعتقلين في السجون السعودية. ويبدو أيضا أنهن من سينشرن دعوات الفكر التكفيري في داخل المملكة وخارجها. القوات العراقية تعيد سيطرتها على مزيد من المناطق بدعم من الغارات الجوية الأمريكية، وحكومة حيدر العبادي تنتظر خروج الدخان الأبيض من مدخنة البرلمان. شن تنظيم داعش هجوما على بلدة الضلوعي في محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. وقال مصدر أمني عراقي إن إرهابي التنظيم هجموا الضلوعي بالزوارق الحربية واشتبكوا طوال ساعتين مع القوات الحكومية قبل أن يخرجوا من البلدة، كما فجروا سيارة مفخخة وسط أحد أسواق البلدة. ودارت أيضا اشتباكات بين وحدات من الجيش وداعش في منطقة السجر شمال الفلوجة. وقد وسعت القوات الأمريكية نطاق ضرباتها الجوية لتشمل مناطق في محافظة الأنبار من أجل استهداف معاقل تنظيم داعش. ويأتي ذلك فيما لا يزال العراق يشهد نزوح شعبه من منطقة إلى أخرى، وقد روى عدد من الناجين من مجازر داعش مأساتهم. ثانيا هسوا علي الفريجي وعقيد ركن أيوب منتهمين من قبل الضحايا، من أهل الضحايا. زين ليش ما يتم تحجزهم على ما تثبت إدانتي؟ سجين ما جاسوا لا شخطوه وكلام ما كلموه. لو 10 كل 10 مطينهم بندقية الله وكيك، لا تسقط لا سبايكا ولا تكيد تسقط.
يعني بساعة داعش معكم العشاء هم متفقينوا العشاء. في هذه الأثناء تتواصل اجتماعات البرلمان العراقي من أجل تأليف الحكومة المقبلة برئاسة حيدر العبادي، ولم تتوصل الكتل السياسية حتى الآن إلى اتفاق نهائي على تسمية وزراء الحكومة المقبلة، على الرغم من المفاوضات المتواصلة منذ بضعة أيام، ولم يصدر عن مكتب العبادي أي إعلان عن اتفاق نهائي على توزيع المقاعد الوزارية. إشكال فردي من نوع آخر في شوارع روسيا. تحول سائق روسي إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي في 24 ساعة فقط بعدما تلقى ضربات قاسية من ميكي ماوس وسبونج بوب في وقت متأخر من الليل. التقطت كاميرا فيديو مثبتة في سيارة بأحد شوارع مدينة روسية حادثا تعرض فيه سائق روسي للضرب والتعنيف، لكن ليس على أيدي مجرمين وأصحاب سوابق، إنما من شخصيات كرتونية من ديزني. في بداية الفيديو الذي لا تتعدى مدته دقيقة واحدة تظهر عربة نقل صغيرة يستوقف سائقها الحافلة ثم يخرج منها ليقع تلاسن بينه وبين زميله سائق الحافلة، وفجأة يترجل أربعة من أشهر الشخصيات الكرتونية العالمية بينها ميكي ماوس وسبونج بوب وقد خرجوا من الحافلة وهاجموا الشاب من الخلف فطرحوه فورا على الأرض. وبعد استيعابه هذه الصدمة التي دمرت كل ما بناه في ذاكرته على مدى السنين عن هذه الشخصيات المسالمة اللطيفة، تمكن من تسديد ضربة له فأسقط رأسه القناع ليعود الأخير ويتمكن من إعادته إلى مكانه قبل انتهاء المعركة غير المتكافئة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.